موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، إن شاء الله في هذه الفعاليات المباركة سنتناول سويا ملخص كتاب تنظيم الأسرة وتنظيم النسل للعلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى على 4 حلقات. أرجو إن أنتم تبقوا تتابعوا المقالات. الحلقة اللي بنتكلم النهاردة نشرت كمقالة، وتتابعوا التسجيل الفيديو في الحلقات اللي مش هتحضروها. هو الكتاب عنوانه تنظيم الأسرة وتنظيم النسل، كتبه العلامة محمد أبو زهرة ونشر سنة 1976 بتكليف مجمع البحوث الإسلامي. العلامة أبو زهرة كما تعلمون له مؤلفات كثيرة في هذه الجوانب، جوانب أحكام الأسرة وكيفية تقنين أحكام الأسرة وفق الشريعة الإسلامية، ويعني كان له دور في التصدي لموجة من موجات محاولة إدخال قوانين غربية في التشريع، في القوانين المصرية فيما يتعلق بجانب الأسرة. وكان الكتاب ده يعني أحد هذه الجهود منه رحمه الله في إحدى هذه الموجات المعروفة لمحاولة تمرير هذه الأشياء. في الواقع المهم جدا نعرف الجزء التاريخي اللي هو بدأ بيه واللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، إن إزاي إن الأسرة المسلمة في مصر خاصة باعتبارها قلب العالم الإسلامي كانت مستهدفة عبر التاريخ لمحاولة تغيير القوانين المطبقة في هذا الباب لتوافق قدر الإمكان القوانين الغربية. هو بيبين لنا إن الكلام بدأ في أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر، وده شيء طبيعي. الاحتلال الإنجليزي ما كانش يعني مجرد، طبعا انقلوا الاحتلال الفرنسي، يعني الحملة الفرنسية على مصر حملة حضارية، غزوة حضارية في المقام الأول وربما والأخير، يعني هي عسكريا ما حققتش نتائج تذكر، ولكنها جاءت بأغراض ثقافية وربما بعض الأغراض العسكرية في الصراع الدائر آنذاك بين إنجلترا وفرنسا في السيطرة على الشرق كله، سواء العالم الإسلامي أو ما يسمونه بالشرق الأقصى في بلاد الهند وغيرها. لكن هي الحملة قامت، أو المستشرقون الذين صاحبوا الحملة الفرنسية قاموا بالدور المطلوب منهم 100%، بينما عسكريا الحملة فشلت بسبب يعني المقاومة والجهاد الذي يعني واجه به المسلمون هذه الحملة. ومنذ ذلك التاريخ أيضا وهم اكتشفوا إن موضوع إن الأمة الإسلامية مهما بدت أنها ضعيفة تبقى دائما قادرة على الاستيقاظ يعني في أسرع وقت ممكن، وده اللي خلاهم يفضلوا حريصين دائما على استمرار الغزو الفكري. ربما يعني الغزو العسكري يمر بموجات مد وجذر، بينما الغزو الفكري ظل دائما وأبدا مستمرا ويستهدف عقول أبناء المسلمين. يمكن هنلاقي هنا في الكتاب إشارة سريعة جدا من العلامة أبو زهرة رحمه الله تعالى لأحد العقول التي احتلت بواسطة الفرنسيين، وهو عقل الكاتب قاسم أمين. يعني وتعلمون أن قاسم أمين أول أطروحة له في مجال المرأة كان كتاب باللغة الفرنسية
بيرد على هذه الأطروحات التغريبية ويدافع عن الشريعة الإسلامية في جوانب التشريع الأسرة ونحوه. وبعدين هم يعني ودوا بعثة فرنسا، والقصة الشهيرة بأنه الإبهار، وغير بقى الإبهار كمان ان هم يورطوه ورطة جديدة جدا، يبقى مش لاقي مترجم، مش لاقي مساعد، مش لاقي دليل. وفجأة تظهر له فتاة واضح انها وضعت في طريقه، تبقى هي الوحيدة اللي بتمد يد العون. وبعد كده ويقع في صراع نفسي انه استفاد من ان فتاة مش مسلمة، اكيد طبعا متبرجة متحررة من حيثية انها يعني في التعامل مع الرجال الأجانب وفق ما هو عادة قومها وعادة أهل دينها. هو استفاد، ولولا هذا لرجع بلاده يجر أذيال الفشل في البعثة الدراسية. وده بالنسبة لشخص متفوق ونبيه ونحو ذلك، قد يعتبر نوع من أنواع العبء النفسي الشديد عليه. المهم ان قاسم امين بعد كده هو حصلت له هزة، ولذلك حتى الشيخ ابو زهره هنا بيقول انا لا اظن ان هو يعني صريح في عمالته للغرب بقدر ما انه تأثر بهم. وهو في الاخر بيقول، وهذا قد يكون اخطر، وده في الواقع وعقله احتل، تم احتلال عقله بوسائل متعددة. إذن القضية مستمرة. طبعا احنا قلنا الحملة الفرنسية على مصر كانت احتلال ثقافي وكانت غزو ثقافي. طبعا الاحتلال الانجليزي بصفة يعني بحكم انه يعني طالت اقامته في مصر، ويعني كان له دور كبير جدا في تغيير القوانين وتغيير النظم المحاكم و وكان طبعا تعلمون يعني قصة كيف تم الزج بالقوانين المخالفة للشريعة في بلاد المسلمين. الأول يقول لك والله أنتوا عندكم أحكام في الشريعة قاسية، فأنت تقول والله احنا مسلمين ومسلمون لأمر الله، لو أنتوا حتى شايفينها قاسية ما طب خلاص الرعاية الأجنبية اللي موجودين في الدولة العثمانية. ولذلك هي العملية بدأت يعني من استثمار الهزائم العسكرية التي منيت بها الدولة العثمانية بأنهم يضغطوا عليها، طب اعملوا محاكم أجنبية للرعاية الأجانب الموجودين في ولايات الدولة العثمانية، لأن الأجانب مش هيقدروا يتحملوا ان يبقى حاجات زي ان الخمر حرام. او طبعا احنا ما بنحرمش، يعني الدولة الاسلامية لا تحرم الخمر على من لا يحرمها على دينه، لكن ممنوع الظهور بها في ده. هم حتى بيسموه النظام العام للدولة الاسلامية يمنع اظهار الخمر ويمنع اظهار الزنا. المسلم دي بالنسبة له حرام وكبيرة من الكبائر. المهم عملوا المحاكم الأجنبية، وبعدين بعد كده قالوا لا والله احنا مش راضيين لكم بهذا الازدواج الموجود في القضاء عندكم، فالحل بقى تعملوا المحاكم المختلطة. وبعدين بقى يعني بعد كده بعد الزج بهذا قالوا طيب خلاص ان الأبواب اللي لازم يتولاها بدأ يتم تطبيق القوانين الأجنبية في بلاد المسلمين. يعني والله المسائل اللي هي شديدة الصلة بال أو قالوا الناس اللي عايزة تروح للقضاء الشرعي أبقوا خلاص بقى في نوعين من القضاء. يعني الأول كانت في محاكم أجنبية ومحاكم وطنية، محاكم بعدين بقت محاكم مختلطة. يعني خلاص خلي القضاء الشرعي يبقى طريق، والمحاكم المدنية الوطنية بقى فيه بقى خلاص خلاها هي جزء من نظامك القانوني. وتدريجيا كانوا عمالين ايه يسحب اختصاصات لغاية ما قالوا هو المحاكم الشرعية تختص بباب الأحوال الشخصية. يعني هم تاريخيا منوا علينا، وهم كل بياخدوا أرض كان من ضمن الأوقات قالك لا أصل الأحوال الشخصية دي فعلا يعني الناس فيها متمسكة جدا بالدين
وامر الاعراب ده بالمناسبه ده عند جميع الامم، جميع الامم الا من ارتكست فطرهم تماما في العصور، في كثير من العصور لا سيما العصور المتاخره، عندهم حاجه اسمها زواج وحاجه اسمها اسره وحاجه اسمها نسب، يعني بيفرقوا تماما بين الزنا وبين الزواج مع اختلاف الشرائع في ايه تعريف الزواج وايه حقوق الزواج وايه اللي بيترتب عليه وهل في طلاق ولا ما فيش، لكن المبدأ العام ان كل الامم ترى الزواج شيء شريف، شيء يفاخر به، شيء يبقى مناسبة اجتماعية الجميع ينتظرها، وان الزنا شيء من الرذائل حتى هم بيدافعوا عنه في العصور الاخيرة، لك سيب كل واحد حر يعمل ما شاء، مش على اعتبار ان ده شيء كويس، الا برضو الناس اللي بتوصل لدرجة فاحشة جدا في انتكاس الفطر. فبدأوا خلاص يخلوا لنا المحاكم الشرعية قيد اختصاصها بالاحوال الشخصية، وبعدين بعد كده يعني في يعني في العصور المتأخرة تماما تم اعادة ادماج المحاكم الشخصية، المحاكم الشرعية في القضاء، وتم الغاء المحاكم الشرعية تماما. يمكن اللي بتابع الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى له كتابات على اعتبار انه كان قاضي شرعي في المرحلة اللي تم فيها الاجهاز تماما على مسمى القضاء الشرعي. المهم يعني الترتيب كان ماشي وفق يعني دائما الاحتلال هو كان حاطط جزء من اهدافه القضاء، جزء من اهدافه التعليم، يعني كل حاجة كل ملف كان عامل له خطط متدرجة، والقضاء ده كان من اهم الباب، مش القضاء يعني الحكم والقضاء يعني التشريع والقضاء، ان القوانين ايه القوانين اللي تطبق ثم كيف تطبق في المحاكم، وكان له دور كبير في هذا. ولذلك المرحلة اللي بيكلمنا عليها الشيخ ابو زهر هنا ان هم اللورد كرومر قال والله احنا عايزين مش بقى خلاص عندنا قضاء شرعي وقضاء مدني، طب بس هو القضاة الشرعيين دول يعني مش بيعرفوا قوي في فنيات الاجراءات، فنحط في المحكمة في كل تشكيل محكمة قاضيين من محكمة الاستئناف. وبيقول لنا ان هذا الاجراء الشيخ حسون النواوي رحمه الله كان شيخ الازهر في ذلك الوقت، وكان سنة 1899، وكان وقتها شيخ الازهر هو المفتي، يعني كان ظل لغاية وقت كبير جدا منصب شيخ الازهر هو منصب الافتاء، لغاية برضو جزء من مراحل محاولة يعني الشخص اللي هو شيخ ازهر ومفتي في آن واحد، وكان بيبقى له يعني قوة ادبية عالية جدا، فكجزء من الاضعاف اللي تم بعد كده ان تم الفصل بين الاثنين، وبقى وظيفة المفتي وظيفة من الناحية الإدارية هو أحد موظفي وزارة العدل، يبقى ده هنا دي كانت مشكلة أخرى. لكن احنا بنتكلم هنا على في سنة 1899 كان شيخ الأزهر والشيخ حسونة النواوي رحمه الله، ولما اتعرض الكلام ده هو رفضوا الى حد الاستقالة، يعني كما يقول الشيخ ابو زهرة استقال او اجبر على الاستقالة، ورجعوا تاني سنة 1907 ولقى الوضع ما زال مستمر بل بقى افحش في موضوع الدعوة الى بعض الافكار الجديدة في موضوع تنظيم الاسرة، فاستقال مرة ثانية 1909 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل هذه الحلقة في ميزان حسناته. طيب هو الموضوع كان يعني طول عمره بيكلموا على أشياء يعني تحت مسمى نصرة المرأة الشرقية، وهو في الواقع الموضوع هو نوع من الاحتلال الثقافي ايضا، يعني ان يبقى انت ما فيش اختلافات جوهرية بينك وبينهم
في الباب الذي يدرك الجميع ان الاحكام الشريعة الاسلامية فيه ارقى من احكامهم. طبعا هي في كل الابواب يعني هي فيها الحسن والكمال لانها من عند الله، ده وفق اعتقاد يعني اعتقادنا نحن المسلمين. لكن اللي لسه ما دخلش في الاسلام او اللي بيعمل بحث الى يومنا هذا، يعني هو ليه الغرب يعني معتبر قضية الحجاب دي قضية يعني قضية حياة او موت؟ هي ليه فرنسا يعني زعلانة قوي من ان مجموعة من المواطنين الفرنسيين، ما هو مسلمين يعني بقوا مواطنين فرنسيين بيحبوا ياكلوا اللحمة المذبوحة، يعني لأي اعتبار خليها ان ده مسألة تذوق، بس هو بيحب اللحمة كده فيعملوا لحوم محلات لحوم حلال. يقولك لا، المشكلة عنده هنا انه اي حاجة بترشد الباحث، لان بلا شك عندهم ناس اللي عندهم رغبة في البحث، اي حاجة بتجعل الباحث ترشده الى احد جوانب حسن الشريعة وكمالها. تخيل ان مذاق اللحمة المذبوحة اللي هي حصل لها نتيجة الذبح الشرعي، ان تنقية كاملة من الدم اللي هو بيفسد بمجرد الذبح، ان ده في حد ذاته لما وجدوا ان البعض بيتوقف عند هذه النقطة ويعمل بحث حولها، فهم مش عايزين ان الكلام ده يكون بارز كده لكل الناس، دي ايه لحوم حلال وايه اللحوم الحلال وليه هي كده العمل ذلك. فالحاصل ان في محاولة ان يبقى احكام الاسرة عندك زي احكام الاسرة عندك. خد بالك ان هو بيتكلم ايه، في تيارات عايزك تهدم الاسرة اصلا، الشذوذ والاباحية، وان اللي بيسموه دلوقتي الجندر، يعني هم يعني طول عمر يعني لما تيجي في اي بتيجي تطلع شهادة ميلاد، تيجي تطلع جواز سفر، بيبقى في يعني انت جنسك ايه، ذكر او انثى. فهم قالوا لا احنا عايزين، اخترعوا يعني حاجة تانية اسمها الجندر. ليه؟ عشان بيقول لك انت ده دور انت بتختاره وليس تركيب بيولوجي انت ولدت به، فيبقى عايزين يقولوا من حق الانسان يعرف نفسه. هو مولود، هو تركيبه البيولوجي ذكر، لكن هو يريد ان يلعب دور الذكر، دور الانثى، دور يعني لا نريد ان نعكر على انفسنا ذكر هذه الفواحش، لكن الكلام دي عنده مش فواحش، ده عايز يبقى كده قدامك عدة اختيارات وتتكتب وتبقى بمنتهى الوضوح والشفافية وتبقى لها احترام ويبقى ممنوع تتنمر ضدها، ويعمل لنا برنامج ضخم جدا جميل ضد التنمر. وبعدين تلاقي هو ده عشان ايه، يسمي انكارك للمنكر وتبكيتك لمن يختار هذه القاذورات تنمر. طب لما انتوا ضد، لو وبعدين فبيجيبها لك بقى في قصه انه ما تسخرش من حد عشان لونه او عشان شكله او عشان مهنته، كلام جميل جدا، وفي نصه هيحط عشان اختياره لهويته الجنسيه او للجندر بتاعه، في حين ان هم مش مشغولين بالتنمر للحاجات التانية فعليا، والا لو كانوا هم مشغولين بيها يوقفوا كل انواع الكوميديا اللي بتعرض في كل البلاد مش في بلاد المسلمين بس. هي الكوميديا ايه غير ان هو يضحكك على طريقة نطق مثلا اهل مكان معين جغرافيا، او على يجيب لك ممثل قصير والممثل التاني بيسخر من اسره، او ممثل طويل والممثل التاني يسخر من طوله، او 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 او, أو واحد مريض، او واحد حتى يعني بيتهتف الكلام، واحد ضعيف العقل فبيتصرف تصرفات يعني ممكن تكون مش حكيمه قوي، فده محتاج منك نوع من انواع اللي مفروض ان بقى لو هو بيقول لك ان السينما بتعلم الناس، مفروض تعلم الناس ان اللي ده محتاج نوع من الرعايه اكتر، ده محتاج لما تلاقيه مش قادر يبين
مراده، لما تلاقي طالب مش قادر يسأل المدرس، ده لازم يستدعيه في حجرة المدرسين ويشوف مشكلته ايه، وينادي طبيب المدرسة ويحاولوا يعملوا له برنامج، مش يبقى ان الاستاذ هيسخر منه او ان التلاميذ هيسخروا منه، حتى لو هو في الاخر قال لك ان اسلوبكم غلط. يعني اذا يعني مش عايزين نقعد يعني نتوسع كتير في ابتسامة، ده شيء يذكر. هو بيقول لي لا للتنمر، وهو حاجات كثيرة جدا عنده قائمة على التنمر ولا يحاربها. هو في الاخر عايزك انت ما انك انت ما تحاربش ال 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 اختيار الناس للشذوذ ونحو ذلك. فهو ماشي في مسار هدم الاسرة المصرية او هدم الاسر في العالم الاسلامي تماما، ان مفهوم الاسرة ينهى يتلغى. وفي ذات الوقت اللي لسه عايز يعمل أسرة تبقى أسرة بالمفهوم الغربي. وعشان كده يقع في تناقض كبير جدا، انت منين التعدد مزعلك قوي ومنين انت عايز حرية الزنا؟ ما هو كده، هو عنده يعني حاجة هي بنت العلمانية، افكار هي بنت البيئة العلمانية 100%، وهي الشذوذ والإباحية وغيرها. وده الاختيار الاول عنده على فكرة، مش اختيار التاني. وبعدين عنده ان كان ولا بد من اسرة تبقى اسرة على النمط المسيحي الكنسي، كما يقول الشيخ ابو زهرة هنا عندما تقرأ له، انتوا الافكار ديت الكنيسة دفعت عنها، هي يعني هي حرة، انتوا ليك وانتم مسلمون تدافعون عنها مع ثبوتها كتابا، مع يعني تدافعون عن ارائهم رغم انها مخالفه لما ثبت في دينك من الكتاب والسنه واجماع الامه. اذا هم جابوا لنا افكار منها محاربه انه تجريم تعدد الزوجات. طب لما بيبقى الكلام ده يلاقي ثوره من الشيوخ، شيوخ الازهر مثلا في مصر او الشيوخ في كل بلد يعني، او من المجتمع، او يعني يكون المجتمع موضوع التعدد يعني شائع فيه او في بعض اماكنه حتى يعني مثلا، فيبتدي يقولوا لا احنا مش بنجربه، احنا بس بنقيده، فيبتدي يديله قيود كأنها اشبه الى التجريم. طيب نفس الامر يجي على الطلاق، يريد ان يمنع الطلاق او يجعله بدل من الاجماع على ان الطلاق يعني في يد الزوج، عايزين ياخدوه منه وينقلوه للقاضي. يبقى ده الابواب اللي اتقالت من ايام اللورد كلومر وتكررت عدة مرات، من منع تعدد الزوجات فان لم يمكن يبقى تقييده، منع الطلاق او جعله بيد القاضي فان لم يمكن يبقى تقييده. وفي كل مرة ممكن نجد بعض من يعني ينخدع، او بعض حسن النوايا، مش دايما، لكن زي مثلا ان يجي حد يجيب صورة، ودي احنا بنشوفها، ان رجل تزوج زوجة ثانية فأهمل الأولى وأهمل أولاد الأولى وفعل كذا وكذا، وبعدين بهذا الاستقراء شديد النقص وشديد الخلل يقول إذن التعدد مفاسد، مفاسده أكبر، يجب أن يمنع. فلو اتقال مباح، اتقال له مباح، وإزاي تمنع شيء أباحه الشرع، يبتدي يحاول يقول الشرع منعه والشرع علقه على شروط. وكما سيأتي ان شاء الله تبارك تعالى في المرة القادمة يوم الخميس القادم ان شاء الله تبارك تعالى، كلام الشيخ ابو زهرة هنا رائع جدا في موضوع انه ادعاء ان الشرع قيد التعدد او علقه على شروط ومن ثم من حقنا نمنعه. هو قال لهم والله الشروط اللي الشرع علق عليها التعدد هو العدل، وده شرط برضه مطلوب في الزواج الاولاني ومطلوب من كل الناس.
فانت منين اعتبرت ان ده قيد يستفاد منه المنع؟ وبعدين هو الشرع امر الرجل ان يعدل اذا كان له اكثر من زوجة. فان ظلم ان تزوج ثم لم يعدل بينهما فالتي ظلمت ترفع امرها للقاضي. منين انت عايز القاضي يحقق معاه قبل ما يتجوز انت ناوي تعدل ولا لا؟ طب هيحلف له مليون يمين ان هو ناوي يعدل؟ يعني حتى الموضوع هل حقق غرضه اللي انتوا عايزينه تقولوه؟ احنا انتوا خايفين لا من يعدد زوجاته او يبقى معاه اكثر من زوجه الا يعدل. طيب ايه الاجراء اللي عملتوه؟ القاضي هيحلفه يعني مثلا؟ القاضي هيعمل ايه؟ طيب هنا انت راقبت العدل رقابه سابقه. هو في ايه في الدنيا من الحقوق الطبيعيه للبشر يمكنك ان تراقبه رقابه سابقه وبعدين يجعله ديكتاتوريه؟ طب ما هو خلاص ده بالمعنى ده يبقى نظريه الاخ الاكبر ان هو يعني بيراقبك في كل تصرفاتك تبقى كويسه جدا. هي اللي هو يعني كنايه عن ان السلطات تبقى ما هو انت الراجل قبل ما يغلط افترضت انه غلط وبتعاقبه او بتقول له لازم اجراءات او تحقيق او كذا او كذا. طب ليه مش في الزواج الاول؟ طب ما عندنا ناس كتير تزوج وبعدين كره زوجتها فلما كرهها ظلمها ومنعها من رؤيه اولادها. وعندنا العكس على فكره، عشان ده هيجي برضه في مساله ما يناقش بالذات في هذه الاونه من قضيه قوانين الاحوال الشخصيه. ما ينفعش يا اخوانا حد يجيب ملف في بلد فيها 100 مليون واروح جايب 20 قضيه رجل طلق ثم يعني اذاق طليقته الويل. ده 20 دول شويه، ده انا عايز 200 تلاقي، عايز 2000 تلاقي، عايز 20,000 تلاقي. بس في المقابل هو مفيش عدد مشابه لواحده كانت هي السبب في الطلاق وكانت وبعدين منعت الزوج من رؤيه اولاده. القضيه هنا ما ينفعش تتلعب اهلي وزمالك، وبدل اهلي وزمالك بقى تبقى رجل وامراه. لا، من يريد ان يضع قوانين عليه ان يراعي العدل مع الجميع، والعدل مع الجميع هو الموافق لكتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طب المسائل حتى اللي لنا فيها اختيار يجب لما يبقى لنا فيها اختيار يبقى اختيار مصلحه، واختيار المصلحه لازم يبنى على رصد دقيق وتوصيف صحيح للمشكله. طيب فهنا القضيه ان ليه عايزين تقيدوا يعني تحققوا مع الراجل في العدل قبل ان يتزوج الثانيه وما عملتوش معاه كده ليه في الاولى؟ الامر الاخر هو الرجل الذي عندما تزوج الثانية اهمل الاولى. لو انت بقى كنت منعته من الثانية، حد رصد الحالات اللي هو واحد لسبب او لاخر احتاج ان يتزوج ثانية، اما الاولى لا تكفي بالنسبة له، اما انه تعلق جدا بالثانية. ما هو فيش حد يعني الرجل يتكلف اعباء نظير الزواج، فهو ما حدش هيتزوج الا له غرض. فانت لو منعته من الزوجة الثانية، حد عمل احصاءات اللي اتمنع ده كان ايه سلوكه مع الزوجة الاولى؟ هل ده اذا كان هو ممن لا يحجزه دينه عندما يتزوج بالثانية عن ظلم الاولى؟ طب بعد ما تمنعه قانونا وانت افترضت ان هو دينه فيه ضعف، لانك قلت ان ده ايه من النوع اللي اذا تزوج الثانيه سيظلم الايه الاولى، هات نفس النوعيه دي من الناس وشوفوا بقى لما يبقى عايز يتزوج الثانيه والاولى تمنعه او ترفع امرها للقاضي، شوفوا هو بيعمل ايه عشان تشوف انت حليت المشكله ولا عقدتها. يعني حتى لو افترضنا ان الناس بتعاني من مشاكل، المهم كان دايما بيبقى الكلام على تعدد منع او تقييد تعدد الزوجات، منع او تقييد الطلاق. دايما بنلاقي في كل عصر بيظهر ناس يعني خلاص انت جايب الكتالوج الغربي فاترفض، وجد مقاومة من العلماء
وجد مقاومة من المجتمع، فيبتدي يشوف ايه اللي منه له تخريج فقهي ويبتدي يمرر. وخذوا بالكم رغم ان انا بقول لكم هذا التوصيف، الا انه العدل والانصاف لو هو طالب بحاجة شرعية حتى ولو كان دافعه ان دي هتقرب شوية من موضوع الغرب، احنا لنا ده في الشرع يبقى حسن ويبقى يلزم اتباعه. زي لو تفتكروا او لو حد منكم عاصر قانون الخلع، قانون الخلع اللي دافعوا عنه ناس كانوا عايزين يقيدوا الطلاق، فلما لقى ان المجال ده مقفول والازهر رافض والمجتمع رافض، فبدأوا يبرزوا شيء موجود في الشرع وهو الخلع، وقالوا نعمل له قانون مخصوص، وكان موجود ضمنا ضد الـ يعني قوانين الطلاق، قالوا نبرزه ويبقى عندنا قانون اسمه قانون الخلع، وسوقوا اعلاميا كما لو كان هو حق طلاق موازي للمرأة. ورغم كل الكلام ده اللي يجب ان نحذر منه، لكن بنقول في الاخر اذا كان القانون المقترح قانون الخلع صدر موافقا للشرع، ده باب من الابواب برضو بيحل مشاكل، زي ما احنا بنقول ان فعلا الطلاق بيحل مشاكل، واصح مش هو الاصل، والاصل في الزواج ان يراد به التأبيد، لكن الشرع شرع الطلاق بيد الرجل، لان في احوال يبقى الطلاق هو افضل حاجة، برضو في احوال يبقى نعطي للمرأة طريقة للتخلص من هذا العقد لو كانت بالفعل لا تطيق زوجها بطن. وعشان ما الشيطان لا يتلاعب بكل امرأة تغضب من زوجها لموقف او لاخر، بقى في اجراءات وحكم من اهلي وحكم من اهلها ونحو ذلك. لكن في النهاية اللي اصرت بعد كل هذه الاجراءات بيشرع الخلع، لكن بالفعل وجدنا عبر التاريخ محاولات الاستثمار بعض المواقف بعض الامور الفقهيه في طالما انتوا رافضين دي ورافضين دي ورافضين دي. حاجات من دي يعني قبلها يعني العلماء، تجاوبوا عبر العصور، يعني حتى كان قوانين الاحوال الشخصيه في مصر كانت ماخوذه كلها من مذهب الامام ابي حنيفه، وبناء عليه بل مذهب الجمهور مش مذهب ابي حنيفه وحده، ان الطلاق الثلاث في المجلس الواحد تقع ثلاثا، تقع طلقه بائنه، ان ال 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 يعني ده كان شيء يعني، ومع اعتياد كثير من الناس ان يوقعوا الطلاق في المجلس الواحد، يمين الحلف بالطلاق مثلا كانوا بيعتبروه طلاق الى غير ذلك. ففي مثلا في بعض مراحل ان هم طالبوا بالاعتماد على مذهب ابن تيمية في الطلاق، وقبل الشيوخ الازهر وقبل المجتمع. ليه؟ كما يقول العلامة ابو زهرة رحمه الله، انه الامور اللي بيطالبوا بيها احنا بنرجع اذا كان لها مستند من الكتاب والسنة ولها اعتبار من النظر الفقهي بننظر فيها، اما ان كانت مغلقة ومحسومة فلا مجال للنظر فيها. فدايما كنا بنلاقي ابواب زي ابواب ال متى يقع الطلاق والكلام دوت، وابواب الشروط في النكاح، وهل المرأة ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها، وهل لا ان تشترط الا ينقلها خارج بلدها، وبعض الاجتهادات الفقهية الغير اللي هي حصل اختلاف بين المذاهب فيها
في سن الحضانة وماذا يتم بعد بلوغ الأطفال إلى آخر سن الحضانة، هل يعني هل يخيرون أم ماذا ترتيب حتى من هم أحق بالحضانة مع الإجماع بعد الإجماع على أن الأحق بالحضانة الأم ما لم تتزوج، مين بعدها إذا كانت غير موجودة أو تزوجت. والعجيب هنا أن احنا كلنا حافظين، إذا كان بقى عندنا نماذج تبقى في النهاية يعني محدودة للي تزوج زوجة ثانية وأهمل الأولى وأهمل أولادها، عندنا وهكذا عندنا نماذج لصور الأذى الذي يحصل من معاملة زوج الأم لأبنائها اللي عايشين معاها، وعلى الأقل هم ده يعني الأب نفسه أحيانا يعني يشعر بالضيق عندما تنشغل زوجته انشغال تام بأولادها، ويبقى هو أولاده وهو يكون مسرور باعتنائها بيهم، بس بيطالبها أن تقسم وقتها ربما أحيانا بما فوق طاقتها، ما بال لو إن الرجل هو زوجها وهي معاها أولادها ومهتمة بيهم. ده لو هو رجل صالح، ناهيك بقى عن الصور الكثيرة جدا اللي بنشوفها. ومع هذا تيجي واحدة يعني أو يجي حركات مساوية بيتكلموا على ليه هي تبقى إذا تزوجت تفقد حقها في الحضانة، مع إن ده منصوص عليه بنص الحديث ومجمع عليه بين العلماء. ما فيش مجال بقى نسمع لواحدة يعني لجمعية نسائية جمعية رجالية وهكذا، لكن دايما بيبتدوا يجيبوا طب انت مجزوم لك يعني لو كان القضية مصرين نتكلم انها رجل وامرأة. ومع هذا احنا لا ينبغي ان نستدرج اطلاقا اذا كان احد بيتكلم بلسان الاصلاح، حد بيتكلم بلسان الدعوة الى الله، بلسان تطبيق الشرع، يجب الا نستدرج الى معركة رجال ونساء. لكن احيانا بتضطر ترد، يعني بتضطر ترد على ايه القضية هنا مصلحة المجتمع بجميع افراده رجاله ونسائه واطفاله. والله تبارك تعالى يعني بين لنا امر في غاية الاهمية، ولا تنسوا الفضل بينكم، القضية الجوهرية انه حتى في حال احنا مش نقول المصلحة في حالة الوئام فقط وحالة استمرار الزوجية، لا ده مهمة جدا حتى في حالة انفراط عقد الزوجية او في حالة الطلاق. فذكر الله تبارك تعالى انه هنا ما ننساش العشرة، ما ننساش الفضل اللي كان بيننا، ما ننساش ما ينبغي ان يكون عليه اخلاق المسلم والمسلمة سواء حدث طلاق او لم، يعني حتى لو في خلاف وفي طلاق وفي وفي وفي. طيب لكن لو هنتكلم بلغة طيب المرأة مجزوم لها شرعا بحق الحضانة، والعلماء اللي هم بيقولوا اصل الفقه بتاعكم فقه ذكوري يعني اجمعوا على انها هي الاولى، ورقم اثنين الام يعني الجدة، يعني رقم اثنين انثى برضه، والخلاف بقى ام الام ولا ام الاب، والجمهور على ام الام، وده اللي بياخد بيه القانون المصري وهو الراجح. يعني اذا ده لماذا تعتبرين ان القول بان الولاية للاب ده كلام ذكوري وده انحياز للرجل؟ ده على الاقل يعني انت المرأة لها الحق، هو هذا الطفل مسؤولية الابوين. وبعدين للأسف الشديد بقى من الناحية الواقعية احنا نتكلم على الواقع، احنا نروح نلاقي يا اما الابوين بيتعاركوا عايزين ياخدوا كل حاجة، يعني ياخدوا الحضانة والولاية وكل حاجة، يا بيتعاركوا كل واحد منهم عايز يرمي العيال. ليه؟ يبقى اذا مفيش حد عايز مصلحتهم، يعني النوعين دول سواء النوعين اللي بيتعاركوا كل واحد عايز كل حاجة، او اللي بيتعاركوا كل واحد عايز يتنصل من كل حاجة، ده نوع من التشفي ونوع من الانتقام من الطرف الاخر على حساب اولاده او على حساب اولادها. ده بنلاقيه، نعالجه ازاي بقى هي دي القضية. لكن ان تنصب المعركة رجال ونساء وبعدين المرأة تبتدي تتكلم
والله انا ال ال ازاي انا ما اقدرش اضيف ابنائي على الباسبور بتاعي، وازاي ودول اولادي، هم اولادك حضرتك، ما اولاد ايضا هذا الرجل، يعني هذا الاب من صلبي، وهو واجب عليه ينفق عليهم، وانت لك الحضانه، وهو برضه ما بيقدرش يشوفهم نتيجه ان الحضانه معك الا باذنك وبترتيب منك وهكذا. المساله هنا يعني من يتشاجر مع من، ومن يصادم من. اذا يجب على الرجال والنساء ان يعرفوا اولا، يعني لو تركنا هؤلاء وما هم فيه من يعني عقولهم المحتله بواسطه الافكار الغربيه، اذا تيقنت ان الامر موجود في الكتاب والسنه، او حتى قال به الجمهور اهل العلم، فتأكد انه لن يكون فيه ظلم لك كرجل او ظلم لك كامرأة. ممكن يبقى فيه شيء شديد او مؤلم، زي ان الرجل يكون بيحب ولاده جدا ومش يعني، ومع ذلك يتقال له كما قال ابو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، هو احوج الى صدرها منك، هو مصلحة الطفل، هو محتاج حنان امه، محتاج رعاية امه، انت بتحبه كأب، لكن لن تستطيع ان تعطيه ما تعطيه الام. كنتوا تقدروا تحافظوا على علاقتكم وتكملوا الحياه الزوجيه، استحالت. بينما اللي بنقوله هم كانوا بيستثمروا بعض الاشياء اللي فيها يعني جدل كبير فقهي، ومحاوله الانتقاء بين المذاهب بكده بنظريه ايه؟ ده الرأي ده لصالح المرأة، الرأي ده لصالح الرجل، الرأي ده لصالح. فإذا كانت الجمعيات النسوية عاملة نشاط، فيبتدي يضغطوا على اللجان وضع القوانين، بما حتى بما في ذلك من الشيوخ وغيرهم، ان هم يختاروا الايه ما يسمى بأنها امور في مصلحة المرأة. وفي الواقع ان اللي عايز مصلحة الرجل والمرأة والمجتمع يجتهد في انه يختار الارجح دليلا، ولو في امور مرتبطة بالعرف عليه انه هو ينقح المسائل جيدا، ويعرف ايه المرتبط بالعرف وايه المرتبط بالواقع، ويدرس الواقع دراسة غير متحيزة. يعني كما ذكرنا يسهل جدا تجيب نماذج لرجال يعني بلغوا من الشر والفساد في التعامل مع زوجاتهم وأبنائهم، وربما بدون حدوث طلاق بلغوا مبلغا شديدا، والعكس ممكن تجيب نساء العكس، ممكن تجيب. فما ينفعش ان نستند الى بعض وقائع جزئية عشان نقول انه الرجال يظلمون النساء او النساء يظلمون الرجال. وحتى لما بيقع ده المفروض علاجه ليست مباراة يعني، او انتقام، او الانتقال من تطرف الى تطرف مضاد، اذا افترضنا ان في تطرف موجود في مجال ما، ولكن تحقيق العدل وتحقيق المصلحة، تحقيق المصلحة الشرعية لجميع الناس. يعني الشيخ بعد ما ذكر كرومر وذكر محاولاته وذكر محاولة لطيفة أو مهم نقف عندها، إن يعني في وقت كان سعد زغلول 1926 كان رئيس البرلمان، وهو طبعا سعد زغلول من انصار قاسم امين، او يعتبر هو وقاسم امين ممثلي تيار فكري واحد، وقالوا فرصه بقى، وراحوا مقدمين قانون في منحاز للنساء، اذا يعني صح التعبير، وده خطا فاحش. المفروض القوانين تكون موافقة للشرع
ولو في مسائل اختيار يبقى اختيار مصلحة، ولما بنقول مصلحة تبقى مصلحة المجتمع، ولما بنقول مصلحة عند حدوث طلاق يبقى المصلحة الكبرى والأولى هي مصلحة الأبناء اللي يجب مراعاتها. المهم قدموا حاجات من دي كتير، وتوقعوا ان سعد زغلول ان هو يمررها، ولكن في الواقع سعد زغلول بحسه السياسي آنذاك أحال القانون مرة أخرى إلى وزارة العدل لدراسته، وكانت موقف غريب أو موقف مستغرب من الجمعيات النسوية ومن حركات التي سميت بحركات تحرير المرأة، ولكن الرجل لما كان في موضع المسؤولية تصرف تصرفا مسؤولا. ويمكن نفس الموقف تكرر ثاني مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر سنة 1960 لما الجمعيات النسوية ضغطت بكل قوة لتمرير قانون بهذه الهيئة. يعني هو كان كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة كان تعليقه ان المشاكل ديت اذا كانت مشاكل اجتماعية فتترك للتوجيه والارشاد وليس مجالها القانون. ده كلام رائع جدا على فكرة، بغض النظر بقى عن الكلام الجمعيات النسوية من غيرها، يعني المعالجة القانونية للمشاكل الاجتماعية احيانا تضر اكثر مما تنفع، واحيانا تعالج التطرف بتطرف مضاد، وده هنجده في الشريعة. يعني الشريعة في اشياء كثيرة، يعني باب الوعظ وباب يعني حتى مثلا ايه ده يقول لك ان القوانين ما فيهاش حاجة اسمها مستحب ومكروه، القوانين فيها واجب وحرام، فيها شيء يجب فعله وشيء يجب الامتناع عنه. ما كيف يخاطب القانون؟ إن نتكلم على القاضي، القانون بيخاطب المواطن، خاطب الفرد بانه الشيء الفلاني ملزم يلزم فعله او يلزم تركه ويرتب عليه عقوبة، والقاضي هو من يقضي بانه الشخص الذي امامه قد ترك اللازم فعله او فعل اللازم تركه. يعني احد ابرز الامور، وده احد ابرز مجال تفوق الشريعة وحسنها وكمالها على المناهج الارضية، ان الشريعة الدافع والوازع الاصلي هو الوازع الايماني، والوازع القانوني والقضاء يأتي بعده، والوازع الايماني اشمل واوسع من مجرد العقوبة الدنيوية او الاجراءات الدنيوية. فاذا في حاجات كتير في لن يمكن حلها بالقانون، ان احنا بندخلها جوه القانون زي ما قلنا، وان شاء الله هنتكلم في المرة القادمة، ان لما بنقول لما بنيجي لشرط زي العدل بين الزوجات عند من يتزوج اكثر من زوجة، ويجي نجعل ان القاضي دوره يراقب على هذا ويراقب على مدى استعداد ذلك الزوج لإقامة ذلك العدل، فأنت عمال تشيل من واجبات المسجد وواجبات المدرسة وواجبات المجتمع وترمي في ساحة القضاء، وبعدين القاضي قاعد على المنصة. يعني القاضي مش هيقدر، يعني زي ما المدرس والمربي وإمام المسجد يتكلم مع ده ويتناقش مع ده وممكن حتى يجلس للصلح بين الرجل وزوجته وبين وهكذا، لا ده انت القاضي وهو جالس على المنصة عمال تشيل من مشاكل المجتمع وترمي عنده، تشيل من مشاكل المجتمع وترمي عنده، وبعدين نقول تكدس القضايا ونقول ونقول ونقول، وبعدين ده كله يخلي المشاكل اجتماعية، مشاكل اجتماعية لو كل ما بتسيبها دقيقة بتولع اكتر زي ما بيقولوا، وانت رايح توديها في طابور قضائي بياخد شهور او ياخد سنين او ياخد او ياخد. يعني اللي بيجي يحل، هب ان يعني هب ان احنا اعترفنا ان في مظاهر
ظلم في شيء من هذا. الإحالة على القانون يعني لم تكن دائما إحالة رشيدة، حتى لو في مشكلة حقيقية فضلا تكون مشكلة مصطنعة، أو مش بنقول مصطنعة يعني لا يوجد لها نماذج، ليست ظاهرة تحتاج إلى علاج، أو هي جزء من الظاهرة والجزء التاني العكس تماما. فالعلاج لو أنت بصيت على دي لوحدها يبقى هتعمل علاج ليس صحيحا كما ذكر. طيب، فإذا حصل تجربة اللي هو محاولة تقديم قوانين من هذا النوع في عام 1926، حصلت بعد كده محاولات في الأربعينات في تحديدا في سنة 1943، وفي الواقع تحت ضغط المناداة بأن الرجال يظلمون النساء وإن استجاب الشيخ مصطفى المراغي رحمه الله تعالى وأيد، ذكر فتوى في تأييد تقييد تعدد الزوجات وتأييد تقييد الطلاق، ولكنه تراجع عنها طبعا، إلى الآن يستندون إليها وكأنه ما تراجع عنها. ثم جاء يعني طبعا بعد الثورة 52 كما يحكي لنا الشيخ، وكيف ان يعني الرئيس المصري انذاك جمال عبد الناصر قال الموضوع مش موضوع قوانين، حلوا الموضوع اجتماعيا وحلوا الموضوع ببرامج توعية. واظن ده برضو كان نوع من يعني تفادي مصادمة يعني دين الأمة وما اعتادت عليه الناس. الشاهد اللي عايزين نقوله هنا انه المطالب يعني مطالب جاية من ناس متشربين بحب الحضارة الغربية. الحضارة الغربية بتدلنا خيارين، الخيارين غريبين عنا، خيار العلمانية بصفة عامة، وده بقى في مجال الأسرة يقوم يدينا خيار هدم الأسرة والإباحية ده الخيار الأولاني وده المفضل عندهم، وشايفين ليل نهار ازاي بيزق وراء هذا الخيار. الخيار الثاني ان كان ولا بد ان يبقى في أسرة فتبقى يلزمك بنمط الأسرة الغربي الكنسي، بحيث ان تفقد هويتك التشريعية، وربما عشان تفقد مظاهر قوة المجتمع من ناحية، وعشان لا يكون ظاهرا وبارزا عوامل تفوق الشريعة وحسنها وكمالها إذا قورنت بغيرها. فيبقى إذا كان هيبقى في أسرة يبقى هيقيد تعدد الزوجات، هيقيد الطلاق. طبعا يعني غني عن الذكر إن احنا نقول إن تعدد الزوجات يعني هناك قيود واقعية مخلياه نسبه محدودة للغاية، وده الكلام اللي تستغرب له. يعني احنا مجتمع يعني لما تيجي تكلم الناس تعظهم في امر من المستحبات يقولك يعني انت الناس عملوا بالدين كله وفضل الجزء اللي مستحب انت بتقول عليه ده، مع ان انت في الاخر يعني لو كنت خطيب او بتعظ الناس انت يعني بتقدر تخلي السنة يعني 365 يوم او 355 يوم السنة القمرية، تقدر تخلي نصها في الحافل يعني تتكلم على العقيدة وتتكلم على العبادة وتتكلم على الاخلاق وتتكلم على المعاملة وتتكلم على الواجبات وتتكلم على المستحبات. فاذا مفيش تعارض، لا سيما يعني انك تطوف على الدين كله تذكر الناس به. لكن يقول لك يعني انت سبت كل المشاكل دي او كل الحاجات المهمه دي ورايح وبتكلمنا في الجزئيه. طب انتوا بقى العكس بقى، هنا انت بتكلم على محاكم وقضايا، هل الاولويه لمساله عليها قيود واقعيه لوحدها؟ يعني النهارده انت بتتكلم في نسبه عنوسه، تتكلم في تاخر سن الزواج عند سواء عند الذكور او عند الاناث، ده الكلام على الزوجه الاولى. فاللي هو انت اللي سايب ده كله منشغل باللي بيتجوز زوجة ثانية، كم واحد هم نسبتهم قد ايه في المجتمع عشان تطالب
الآلة التشريعية للدولة انها تهتم بهذا الموضوع، بعدين الآلة القضائية انها هيبقى في بقى عندنا قضايا من 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 هذا النوع، ويعني مدى أهمية التدخل القضائي في شيء كهذا، مع الأخذ في الاعتبار ان هم بيقولوا لنا ان النمط المعاصر للدولة، الدولة كل ما تبقى بتقل تدخلها في الأنشطة يبقى أحسن، يعني يبقى الدولة دلوقتي النمط الغربي بيقول الدولة جيش وشرطة وبنك مركزي، ده يعني الحاجات الكبرى قوي، اما الاقتصاد سيب الناس، اقتصاد حر مش عارف ايه سيب الناس، التعليم خليه تعليم حر. طب اشمعنى امر الزواج بالرجل وامرأة؟ يعني انت يعني اللي بتقول لا الدولة تدخل فيه بكل اجهزتها تبقى حاضرة تشريعيا وقضائيا وطبعا تنفيذيا وشرطيا عشان تنفذ الاحكام اللي انتوا بتقولوا عليها دي. فهو بيدينا خيارين واحنا بنرفض الخيارين وبنربأ باي حد يشهد ان لا اله الا الله رسول الله ان هو يكون بيردد او بيدافع عن هذه الخيارات، يعني سواء يعني درى ام لم يدري. هو بيديني خيار العلمانية اللي هو لما باجي اطبقه في جانب الاسرة يقول هدم الاسرة ومش عايزينها الاسرة دي خالص، او خيار اذا كان ولا بد من الاسرة فلتكن على نمطهم وعلى الطريقة التي ينظمون بها اسرهم، مع انهم يعترفون بان هذا النظام يعني وضعته الكنيسة ولم يكن مستندا لا الى العهد القديم اللي ما زالت، وده هنقوله اللي ما زالت النصوص فيه تبين ان ما كانش في قيود خالص في هذه الابواب، ولا والعهد الجديد كل الناس عارفة انه لم انه ليس فيه يعني امور تشريعية. يعني دي كانت المقدمة التاريخية وتمهيد لدراسة الموضوع ككل، ويعني ممكن لو امكن حضراتكم تقروا المقال، ولو امكن نقرا الكتاب نفسه يبقى افضل، وان شاء الله تبارك تعالى في المرات القادمة هنناقش اهم القضايا المتعلقة بالموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.